بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي، كما وعدتكم درس الأحماض والأسس. سامحوني إن أطلت عليكم، لكن هذا يرجع إلى الظروف فقط مع وضع تمارين والتحضيرات إلى غير ذلك. إذا قبل البدء في الدرس، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وكذلك بالضغط على لايك حتى يرفع الفيديو ويمكن أن يشاهده العديد من التلاميذ وتعم الفائدة. إذا بسم الله، درس الأحماض والأسس هو درس فيه ثلاث أقسام: قسم تفاعلات الانحلال، قسم تفاعلات حمض أساس، وقسم المعايرة. دونك باش نعرفوا التركيبة فقط تاع الدرس تاعنا، الدرس هذا فيه ثلاث أقسام، كي تراجعوا تعرف كيف الأقسام اللي كاينة. أول حاجة هي تفاعلات الانحلال في الماء. الانحلال في الماء، هذه أول قسم. القسم الثاني هو تفاعل حمض أساس، والقسم الثالث هو تفاعل المعايرة. هذه هي الثلاث أقسام اللي عندنا في هذا الدرس: الانحلال، الحمض أساس، وتفاعلات المعايرة. درك احنا بيان سور واش راح نديرو قبل ما نبدا في هذا الدور، لي تخوا بارتي، الأقسام الثلاثة هذه، راح ندير تذكرة قصيرة فيما يخص التعريف، نعرفوا الحمض الأساس إلى غير ذلك. إذا كي نبدا ندير التعريف، عندنا نبدا بالتعريف أولا، عندنا الأحماض الأسس. الأحماض الأسس، إذا تعريف الحمض، ما هو الحمض؟ الحمض هو كل نوع كيميائي يكسب بروتون او يفقد بروتون. في رايكم واش يدير الحمض، يكسب ولا يفقد؟ اذا فالحمض يفقد بروتون، بينما الاساس هو الذي يكسب بروتون. التعريف هي حسب برونشتد هذا هو الفيزيائي او الكيميائي الذي وضع هذه التعاريف، علما انه توجد تعاريف اخرى لكنها خارج البرنامج. فلما نهزو بداية، الحمض، ما هو الحمض؟ الحمض هو كل فرد كيميائي قادر على فقد بروتون H+ أو أكثر خلال تحول كيميائي. هذا فيما يخص الحمض. فكي نركز هنا في الحفظ على الليموكلي، واش يهمني؟ يهمني أنه يفقد بروتون خلال تحول كيميائي. معناها الحمض لازم يكون عنده H، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. HA يفقد H+ نلقى أموا. فهذا هو الحمض تاعنا. نروحوا للأساس. إذا في رأيكم واش راح يكون تعريف الأساس؟ هو العملية العكسية، كلمة فقد ترجع كسب، فنقول هو كل فرد كيميائي قادر على كسب H+ اللي هو بروتون أو أكثر خلال تحول كيميائي. إذا هذا الحمض، هذا الأساس. نقول ب من كلمة باز، عفوا الأ من كلمة أسيد، البي اللي هو الأساس يكسب بروتون ونلقاو BH+. لاحظوا العملية هي عملية فقد وكسب للبروتون شاردة الهيدروجين فقط. ولما نقارنوها مع الأكسدة إرجاع، مع الأكسدة إرجاع نلقاو تبادل في ماذا؟ تبادل في الإلكترونات، بينما في الأحماض والأسس هو تبادل في البروتون. معناها لما نقولوا تفاعل حمض أساس، راح نقولوا لما نهضروا على تفاعل حمض أساس، راح يكون هو فقد وكسب لبروتون بين حمض
وأشاش لثنائيتين مختلفتين، لثنائيتين مختلفتين. لماذا؟ لأنه عندي كما في الدرج تاع الأحماض والأنثى الأكسدة إرجاء، عندي الثنائية أش أ أ موان، أو كما نقول عندي الثنائية حمض أشاش بالشكل هذا، ثنائية حمض أشاش كما الثنائية أوكسلين. الحمض هو الذي يكسب أولا، ثم الأشاش الذي يكسب ثانيا بالشكل هذا، حمض أشاش. فالحمض هذا لما يفقد البروتون يعطيني أشاش مرافق، فهذا نسميه حمض وهذا نسميه أشاش مرافق، معناها هذا يرافق لي الحمض هذا. رايحة تكون عندي ثنائية أش أ أموان بالشكل هذا، حمض يفقد بروتون يعطيني أموان. شتو البروتون هذا؟ هذا هو الذي يفقد، معناها ينتزع يتنحى من الأ، ما تبقاش كاينة رابطة بيناتهم، رايح يروح وحده ويبقى لنا الأشاش المرافق. بينما هنا الأشاش يكسب يوصل فيه يخلق رابطة ويعطيني حمض مرافق. فتكون عندي الثنائية BH بلس معناها في تفاعلات حمض وأشاش دائما عندك ثنائيتان، ثنائية تهز منها الحمض وثنائية تهز منها الأشاش. واللي تكتب الأول دائما الحمض يكون عنده ذرة الهيدروجين أكبر. كيف يتم هذا التفاعل؟ يتم كالآتي. كيف يتم التفاعل؟ التفاعل يتم هكذا، يكون عندك H A A موان، هذه الثنائية الأولى، نهز منها الحمض. ها الثنائية هذه كي نهز الحمض رايحة نقول H A يفقد البروتون يعطيني أموان. قلت يفقد معناها ينحيه، كان أتاشي ليه ويتنحى منه، تتكسر الرابطة اللي بيناتهم. يجيني الثنائية الأخرى BH بلس B، ها BH بلس B راح الأساس هنا هو اللي رايح يلتقط، فراح نقولوا باللي B هنا يلتقط الـ H بلس ويعطيني الـ BH بلس. فتفاعل حمض أساس هو عملية فقد وكسب للبروتون بين ثنائيتين، إحداهما نأخذ منها الحمض والأخرى نأخذ منها الأساس، ثنائيتين مختلفتين. لما نجمع أنايا هنا H A زايد B راح يختزل البروتون مع البروتون تعطيني BH بلس زائد أموان، معناها راح يختزل هذا مع هذا، فهذا وهذا مرافقين وهذا مرافقين كذلك هكذا. واش صرا لي اكزاكت؟ واش صرا؟ تكسرت الرابطه هذه تاع الاش ا الا الاش الاولى حب والاش راح للبي، فلما راح للبي نتحصلوا على بي اش. هذا هو تفاعل حمض اساس الذي تشارك به ثنائيتان، ثنائيه الحمض وثنائيه الاساس. فنكمل مع التعريف مادام عرفنا كيف يتم التفاعل هذا. لما يقول لك حمض قوي وحمض ضعيف، ما هو الحمض القوي وما هو الحمض الضعيف؟ ما الفرق بينهما؟ دونك عندنا الحمض القوي ومن بعد الأساس القوي. ما هو القوي؟ القوي هو الذي يتفاعل كليا مع الماء، معناها الكمية اللي تحطها تخلص، حطيت 5 مول يخلصوا 5 مول، حطيت 2 مول يخلصوا 2 مول، الشيء اللي تحطوا يخلص. فنقول هو بالنسبة لهذه ولهذه تعريف اليوم في زوج، هو الذي ينحل كليا
في الماء ينحل كليا، معناها الكمية اللي تحطها تخلص كليا في الماء فتفاعله تام. فتفاعله تام، الحمض القوي هو الذي ينحل كليا في الماء فتفاعله تام، الأشعة القوي هو الذي ينحل كليا في الماء فتفاعله تام. شكون هي الأحماض القوية؟ الأحماض القوية عموما هي هذه، عندنا لاش في ال، عندنا لاش دو اش او 4، عندنا الاش ان او 3، هذه احماض قويه. بينما الاشاش القوي هو هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم، هادو كامثله اللي تعرفوهم نتوما في الدرس. فهذه هي الحمض القوي والحمض الضعيف، هو الذي ينحل كليا في الماء. لما نهزوا الحمض الضعيف او الاساس الضعيف، اذا نحينا كلمه قوي قلنا ضعيف، دونك واش راح يتبدل؟ هنا كان كليا تفاعل تام، يولي العكس، نولي نقولوا هو الذي ينحل جزئيا في الماء فتفاعله غير تام. فتفاعله غير تام، فهذا ينحل جزئيا وغير تام. فهذا هو الفرق بين الضعيف والقوي. كي نديرو امثله راح تكون عندنا كل الاحماض العضويه ضعيفه. وش معناها العضويه؟ هي الكربوكسيليه، هي الشكل هذا RCOH، وهنا كل الأمينات ضعيفة. شكون هي الأمينات؟ هي الشكل هذا RNH2. فعندنا القوي هو الذي ينحل كليا في الماء، بينما الضعيف هو الذي ينحل جزئيا في الماء. وعطيتكم أمثلة على كل واحد منهم، نديروا أمثلة على الأحماض العضوية الضعيفة ونزيدوا أمثلة على الأحماض الأسس الضعيفة. دونك عندي بالشكل هذا، عندي كي نقول RCOH، RCOH بالشكل هذا، RCOH بالشكل هذا، الـ R هذا هو CN H2N زائد واحد COOH، فهذا نسميه جذر الكيلي، هذا هو هذا، الـ R هي CN H2N زائد واحد ونسميوه جذر الكيلي. الإغ هنا ولا هنا راهو كيف كيف. فهنا الأحماض اللي تعرفوهم في الدرس، عندنا حمض الميثانويك اللي هو يسميوه النمل. حمض الميثانويك معناها الآن هذه زيرو، عنده ذرة كربون وحدة، يقعد لي HCOOH. عندنا حمض الإيثانويك اللي يسميوه الخل، عندنا فيه زوج ذرات كربون CH3COOH، وعندنا حمض البروبانويك، حمض البنزويك، معناها كل الأحماض الاسم يخلص بويك. عندي حمض البروبانويك، حمض البروبانويك فيه ثلاث ذرات كربون، تسمى زوج ونزيد وحدة تاع الوظيفة COOH. وعندنا حمض البنزويك، ودوك نهضرو كيفاه يشكلوا لي الثنائية اللي هو ما تطبقش فيه قاعدة الجذر الألكيلي لأنه حلقي. هذه هي الأحماض اللي نخدمو بها، الأحماض الضعيفة، الأسس الضعيفة RNH2 CN H2N زائد واحد NH2، هي كذلك هذا جذر الكيلي كما هنا. لما يكون عندنا الآن يساوي الصفر حين نلقاو NH3 اللي هو النشادر الأمونياك ونحتاجوه، لما الآن هذا بزيرو يبقى لي H نردو لهذه تولي لي NH3.
لما ان يساوي واحد حين نلقاو سي اش 3 سي والان بواحد خرج لي اش 3 ان اش 2 اللي هو مثيل امين. مثلا لما يعودوا عندي زوج نولي يقولوا سي 2 اش 5 ان اش 2 سي 2 هو الايثيل دونك نقولوا ايثيل امين. الى غير ذلك ما نسمي الجذر ونضيف كلمه امين هذا فيما يخص الضعيف. اذا نكرر الحمض هو الذي يفقد بروتون خلال تحول كيميائي يكون قويا اذا كان انحلاله كلي ويكون ضعيفا اذا كان انحلاله جزئي. الاحماض الضعيفه هي الاحماض العضويه اللي هي هذه. نرجع الى الاسس هي التي تكسب بروتون تكون الاساس القوي ينحل كليا الاساس الضعيف ينحل جزئيا التي تنحل جزئيا هي الامينات بالشكل هذا. هذا فيما يخص التعريف باختصار. كي نرجعوا للماء الان الجداء الشاردي للماء لاحظوا معايا عندنا الجداء الشاردي للماء الجداء الشاردي للماء. اولا باه نعرفوا حاجه الماء يطلق عليه الماء يطلق عليه انه متذبذب. ما معنى متذبذب؟ معناها يقدر يكون حمض ويقدر يكون اساس فهو متذبذب فلانه حمقلي. ما معنى حمقلي؟ له خاصيه الحمض والاساس حسب اللي يتفاعل معاه. معناها لما يكون الماء حمض هنا راهو حمض في الحاله هذه راح يفقد البروتون. لما يفقد البروتون كان عنده زوج واللي عنده واحد فهذه تسمى شارده الهيدروكسيد وتكون الثنائيه تاعنا هي H2O HO-. تلاحظوا بلي الماء هنا راهو حمض. لما يصبح اساس تولي عندنا لاش دوزو يكسب البروتون تسمى يديه هنا راهو اساس تولي عندي اش 3 بلس. في الحاله هذه عندي شارده الهيدرونيوم شارده الهيدرونيوم فالثنائيه تاعنا ما هي؟ هي اش 3 بلس اش 2O. اذا واش نلاحظوا؟ نلاحظوا باللي الماء مره حمض ومره اساس. فالماء هنا حمض والماء هنا اساس وهذو هما الثنائيتان اللي نخدموا بهم مع الاحماض القويه والاسس القويه هي ثنائيه الماء فقط. فالماء حمقلي. ما معنى حمقلي؟ معناه عنده دورين دور حمض ودور اساس علما ان ماهوش هو الوحيد الحمقلي. توجد عدة أنواع كيميائية كذلك. لما نجمع المعادلتين بمشاركة الثنائيتين نلقى H2O زائد H2O الـ H بلس يروح مع الـ H بلس تعطينا H3O بلس زائد HO-. واش صرا بالضبط؟ واش صرا؟ هذا مد الـ H تاعو لهذا. هذا حمض لأنه فقد وهذا أساس لأنه ادى. معناها عندي 2 H2O تعطيني H3O بلس زائد HO موان بالشكل هذا. هذه هي معادلة تفكك الماء. هذه معادلة تفكك الماء التفكك الذاتي تاع الماء معناها الجداء التفكك الشاردي للماء. معادلة التفكك الشاردي للماء بالشكل هذا. هذه هي المعادله تاعنا التفكك الشاردي للماء بالشكل هذا. واش وجدوا تجريبيا؟ ماذا وجد تجريبيا؟ اذا وجد تجريبيا ان في 25 درجة مئوية هذا في هذا يسمى الجداء الشاردي للماء.
اش 3 او بلس في الاش او موان هذا نسميه ك او وهو عند 25 درجة مئوية ماذا يساوي؟ 10 اس ناقص 14 وهو مقدار ثابت ثابت توازن الماء يتعلق فقط بدرجة الحرارة في 25 درجة مئوية عندنا اش 3 او بلس في الاش او موا يعطينا 10 اس ناقص 14 هذا هو الجداء الشاردي للماء الجداء الشاردي للماء ويسمى ثابت توازن الماء في 25 درجة مئوية هو 10 اس ناقص 14 بالشكل هذا الآن نروحوا لـ pH محلول مائي إذن pH pH محلول مائي بالشكل هذا pH محلول مائي ما هو pH محلول مائي؟ عندنا وش يميزنا؟ يميزنا درجة حموضة الوسط pH محلول مائي يعبر عن تركيز شاردة الهيدرونيوم في الوسط فعندنا اش 3 او بلس هي 10 اس ناقص بي اش علما ان الاش هذا يدل على الهيدروجين في الواقع ممنوع تكتبها مينيسكول معناها كي تكتب هكذا راك غلط لانها درجة الهيدروجين البي كلمة بوتونسيال كومون الاش هو درجة هيدروجين فعندنا اش 3 او بلس هو 10 اس ناقص بي اش لما ندخلوا اللوغ من الطرفين نحطوا اللوغ من الطرفين نلقاو باللي البي اش هو ناقص لوغ اش 3 او بلس العبارة العكسية فعندنا بالشكل هذا فالبي اش محلول مائي يعبر عن تركيز شاردة الهيدرونيون في الوسط التفاعلي وهو اللي يعطينا درجة حموضة الوسط درجة حموضة الوسط فلما نبحثوا على تركيز الهيدرونيون احنا نعرفوا باللي اش 3 او بلس في الاش او موان هو 10 اس ناقص 14 معناها اش او موان هو 10 اس ناقص 14 على اش 3 او بلس معناها 10 اس ناقص 14 على 10 اس ناقص بي اش معناها 10 اس ناقص 14 زائد بي اش عكست فقط فالجداء الشاردي للماء ها هو حنا نخدموا دوما في 25 درجة مئوية اذا ما نقلقوش رواحنا هذا في هذا هو 10 اس ناقص 14 اش او موش يمدلي هو 10 اس ناقص 14 على 10 او بلس وعلما ان 10 او بلس بالتعريف هو 10 اس ناقص بي اش لما الاس يطلع الفوق يولي موجب معناها وصلنا باللي اش او موان هو 10 اس ناقص 14 زائد بي اش ندخلوا عليها اللوغ نحطوا اللوغ بين الطرفين تولي لنا لوغ بالشكل هذا تولي لنا لوغ اش او موان تساوي لوغ 10 اس ناقص 14 زائد بي اش حنا نعرفوا باللي اللوغ هو اللوغاريتم العشري تروح هذه مع هذه تما واش يبقى لنا يبقى لنا ناقص 14 زائد بي اش اذا ماذا يساوي البي اش في الحاله هذه يساوي لنا لوغ اش او موان زائد 14 اذا فالجداء الشاردي للماء هو اللي يعطينا التركيز تاع الهيدرونيوم فعندي بالشكل هذا في 25 درجة مئوية في 25 درجة مئوية عندي الكا او اللي هو الجداء الشاردي للماء هو اش 3 او بلس في اش او موان ويساوي 10 اس ناقص 14 هذه الاولى عندي تعريف البي اش اش 3 او بلس هو 10 اس ناقص بي اش معناها البي اش
هو ناقص لوغ اش 3 بلس، عندي كذلك اش او موان هو 10 اس ناقص 14 زائد بي اش، معناها البي اش هو لوغ اش او موان زائد 14. بالشكل هذا عندي ندخلوا لي لوغ فقط من الطرفين به نحيو العشرة أس. فبالشكل هذا لاحظوا معايا واش راح نديروا، مثلا لاحظوا معايا جيدا، مثال نفرضوا بي اش واحد يساوي 2. في الحالة هذه تركيز الاش 3 بلس راح يعطيني 10 اس ناقص 2 مول باغ ليتر، وتركيز الاش او موان راح يعطيني 10 اس ناقص 14 زائد 2 اللي هي 10 اس ناقص 12 مول باغ ليتر. لما نضربوهم في بعضهم رايحين نلقاو 10 اس ناقص 14، هذا لما بي اش يساوي 2. مثلا بي اش يساوي 4، مجرد مثال، حين نلقاو اش 3 بلس 2 هو 10 اس ناقص 4 مول باغ ليتر، بينما اش او موان 2 هو 10 اس ناقص 14 زائد 4 اي 10 اس ناقص 10 مول باغ ليتر. اذا ماذا نلاحظ؟ ما هي الميزة؟ ما الهدف من هذا المثال؟ إذا الملاحظة، بي اش دو أكبر من بي اش أ، لكن هذا أكبر من هذا، لكن اش 3 بلس دو أقل من اش 3 بلس 1، و اش او موان 2 أكبر من اش او موان 1. أذان المغرب، نتوقف قليلا. إذا قلت لاحظوا معايا بي اش 1 و بي اش 2 شحال القيم تاعهم، بينما الاش 3 بلس والاش او موان شحال القيم تاعهم. دونك عندنا هنا اش 3 بلس قل من الاش 3 بلس 1، 10 اس ناقص 4 قل من هذه، بينما اس ناقص 10 اكثر من هذه. اذا هنا انطلقنا من اكبر، لقينا اصغر ولقينا اكبر. اذا واش نستنتجوا بلي كاين تناسب طردي بين الاش او موان والبي اش، وعكسي بين الاش 3 بلس والبي اش. هذا هو الاستنتاج المهم. فكلما نقصت قيمه البي اش تزداد درجه حموضه الوسط، وكلما تزداد درجه قيمه البي اش تزداد درجه القاعديه تاع الوسط. ففي 25 درجه مئويه هذه اكتبوها لانكم تحتاجوها بزاف. بينما الملاحظة نعاود الاستنتاج نكتبه لكم وتقارنوا به بين الأنواع الكيميائية. دونك عندنا الملاحظة تاعنا الاستنتاج عندنا تناسب عكسي بين البي اش والاش 3 بلس، معناها كلما كان البي اش صغير تزداد درجة حموضة الوسط ويكون الحمض قوي ويكون الحمض اقوى. كلمة قوي نوعا ما خاطئة، لكن اقوى معناها مقارنة فقط. قوي يقدر يكون البي اش تاعو صغير لكن حمض ضعيف، وعلى هذه كي يقول اقوى معناها خاضع لمقارنه، بعد نقارن بين زوج هما في زوج ضعاف، صح واحد اقوى من الاخر، هذا هو لا نقول اقوى ولا اقول قوي. بينما
تناسب طردي بين البياش والاش او موان، البياش والاش او موان. فكلما كان البياش كبير تزداد قوة الاساس. نفس الشيء معناها يكون الاساس اقوى، ولا يعني ذلك انه قوي. فالعملية هي عملية مقارنة وليست عملية ثبات. فعندي سلم البياش، سلم البياش، عندنا البياش في السبعة اعتدال، وعندنا 14 ونخدمه فيه في 25 درجة مئوية. عندنا لما البياش يساوي 7 هنا بعد، وهنا البياش أكبر من 7 وهنا البياش أقل من 7 بالشكل هذا. عندنا هكذا، عندنا هكذا، شوفوا العملية سهم عكسي، تزداد قوة الحمض، بينما هكذا تزداد قوة الأساس بالشكل هذا. فالتناسب هنا وهنا يعني الاعتدال معتدل. فعندي هنا لاشكر او بلوس اكبر من الاش او موان، وعندي هنا اش او موان اكبر من اشكر او بلوس، بينما في الاعتدال اش او موان تساوي اشكر او بلوس، وكلاهما 10^7 مول بار لتر بالشكل هذا. فعندنا سلم البياش هو الذي يحدد لنا طبيعة الوسط، به نحدد طبيعة الوسط. كيف نعرف طبيعة الوسط؟ طبيعة الوسط نعرفها عن طريق المقارنة بين قيمة البياش والرقم 7. فهنا أعيد نحدد طبيعة الوسط. كيف نحدد طبيعة الوسط؟ ندير مقارنة بين البياش ورقم 7، عن طريق ذلك نعرف إن كان الوسط تاعنا وسط حمضي أو وسط قاعدي أو وسط قاعدي أكرر أو ماذا أو وسط معتدل. فكلما ابتعدنا عن 7 بالزيادة تزداد قوة الأساس، وبالنقصان تزداد قوة الحمض. هذه مقدمة باه نبداو في تفاعلات الانحلال، نبداو على بركة الله بدراسة تفاعلات الانحلال. إذن الحمض تقدمكم نكمل دوما مع الأمور الأساسية في هذا الدرس باه نقدر نبدا التفاعلات. ما هي نسبة التقدم طو؟ نسبة التقدم طو هي النسبة بين التقدم النهائي إكس فينال والتقدم الأعظم إكس ماكس بالشكل هذا. ونكتب العبارة تاعنا، Thank you.
إذا قلت طو هو إكس فينا لا لا إكس ماكس، فهنا تلاحظوا بلي هي نسبة بين التقدم النهائي والتقدم الأعظمي. إذا كان طو يساوي واحد راح نستنتجوا مباشرة بلي راهو التفاعل 100%، فالإكس فينال يساوي إكس ماكس في هذه الحالة تفاعل تام. إذا كان طو أقل من واحد أي النسبة أقل من 100% راح يكون البسط أقل من المقام، فينال أكبر من ماكس، فالتفاعل غير تام. ومن خلال التفاعلات راح نتعلموا كيف نحسبوا النسبة هذه. الهدف تاعي الآن هو فقط وضع القوانين، ضبط القوانين لهذا الدرس. الآن نروح إلى كسر التفاعل كوير. ما هو هذا الكسر؟ كسر التفاعل QR. ما هو هذا كسر التفاعل؟ كوسيون دو رياكسيون، كوسيون دو رياكسيون. واش يقول كسر التفاعل هذا؟ هو مقدار يعبر عن نسبة تقدم التفاعل. هو مقدار يعبر عن ماذا؟ عن نسبة تقدم التفاعل، معناها يعبر لنا عن التقدم تاع التفاعل، يتعلق بقيمة التقدم إكس، يتعلق بقيمة التقدم إكس. القانون تاعو ما هو؟ يمثل جداء تركيز النواتج، يمثل النسبة بين جداء تركيز النواتج وجداء تركيز المتفاعلات مرفوعة لقوة الرقم الستوكيومتري لكل نوع كيميائي. هكذا. فلو نضع تسمى العنوان تاعو الكسر التفاعل كيوير، ما هو؟ هو النواتج مرفوعة لرقم ستوكيومتري والمتفاعلات مرفوعة للرقم ستوكيومتري. من الأحسن نحط مثال كمعادلة. مثال، لاحظوا معايا، نحط مثلا تفاعل كالآتي: ألفا أ أكو زائد بيتا بي أكو تعطيني جاما سي أكو زائد لوندا دي أكو. هذه هي دونك النواتج مكتوبين على اليسار والمتفاعلات على اليمين، على نهضر على اليد. فعندنا سي ودي هما النواتج، والأ والبي هما المتفاعلات. فلما نجيو نحسبوا الكيوير راح نكتبوا هذا هو القانون تاع الكيوير، هو النواتج سي دي على أ بي كلها مرفوعة للرقم ستوكيومتري تاع النوع جاما لوندا ألفا بيتا بهذا الشكل. هاي كفات تحسب تركيز سي أس الرقم ستوكيومتري في تركيز دي أس الرقم ستوكيومتري على تركيز أ أس الرقم ستوكيومتري في تركيز بي أس الرقم ستوكيومتري، معناها النواتج على المتفاعلات. وفي الحالة هذه راح يكون عندك كسر تفاعل ابتدائي، كسر تفاعل انتقالي، وكسر تفاعل نهائي. فهو مقدار متغير حسب قيمة إكس. فلو أعيد كتابة المعادلة: ألفا أ أكو زائد بيتا بي أكو تعطينا جاما سي أكو زائد لوندا دي أكو، كي ندير جدول تقدم حالة ابتدائية حالة انتقالية حالة نهائية بالشكل هذا، عندنا
حالة ابتدائية، الحالة التقدم، حالة انتقالية، وحالة نهائية. زيرو إكس إكس فينال، أن زيرو أ، أن زيرو بي، زيرو زيرو، أن زيرو أ ناقص ألفا إكس، أن زيرو أ ناقص ألفا إكس إف، أن زيرو بي ناقص بيتا إكس، أن زيرو بي ناقص بيتا إكس إف، جاما إكس، جاما إكس إف، لوندا إكس، لوندا إكس إف. تلاحظوا بلي الأرقام ستوكيومترية كتبتها، كاين اللي ينساها، الرقم ستوكيومتري تكتب في جدول التقدم، كاين اللي ينساه هكذا بالشكل هذا. إذن رايحين نلاحظوا بلي كسر التفاعل يقدر يكون عندي ثلاث أنواع، هي الكويري، الكوير، والكويرف. قلت لدينا كسر التفاعل كوير يقدر يكون كويري، يقدر يكون كوير اي معناها إنيشيال، كوير تي معناها لحظي، وكوير اف معناها نهائي. في الحالة هذه نحن نعلم بأن التركيز هو كمية المادة على الحجم، ف راح يكون كويري. كويري نهزو الحالة الابتدائية في جدول التقدم، حين نهزو الحالة الابتدائية هكذا، فعندي ان زيرو ا على في، في ان زيرو بي على في، عفوا النواتج على المتفاعلات، زيرو زيرو على العدد، على المتفاعلات. دونك راح نلقاو، راح نلقاو زيرو. كيو ار تي راح نهزو الحالة الانتقالية، حالة انتقالية بالشكل هذا. كي نهزو الحالة الانتقالية راح نلاحظوا باللي عندنا بالشكل هذا، عندي نواتج جاما اكس على في توتال، في لوندا اكس على في توتال، على ان زيرو ا ناقص الفا اكس على في توتال، في ان زيرو بي ناقص بيتا اكس على في توتال. تلاحظوا كلها مرفوعة لقوة الرقم ستوكيومتري، إذا ما نقدرش نختاج البي توتال مباشرة لأني ما على باليش شحال الأرقام ستوكيومترية. فعندنا بالشكل هذا، إذا واش تلاحظوا؟ تلاحظوا بلي كسر التفاعل كوير يتعلق بالتقدم إكس، كوير فينال حتكون نفس العبارة لكن حالة نهائية من جدول التقدم. إذا باختصار شديد هي النواتج على المتفاعلات تتعلق بقيمة إكس، يقدر يعطيك عدة كوير، يقول لك رتبهم لي في الأزمنة، راح ترتب من الصغير إلى الكبير، من الصغير إلى الكبير، من حالة ابتدائية إلى حالة انتقالية إلى حالة نهائية. هنا راح تكون نفس العبارة لكن فقط نضيف فينال لكل العلاقة، راح تكون نفس العبارة، جاما إكس إف على في توتال أس جاما، في لوندا إكس إف على في توتال أس لوندا، أن زيرو أ ناقص ألفا إكس إف على في توتال أس ألفا، في أن زيرو بي ناقص بيتا إكس على في توتال أس بيتا. إذا أكرر مقدار التقدم إكس، هذا كل ما يتغير يتغير قيمة الكيو إر. الملاحظة اللي لازم ننتبهوا ليها، تلاحظوا بلي كتبت معادلة التفاعل كتبت فيهم بكل أكو أكو أكو، معناه هذا يخص المحاليل فقط، هذه العلاقة تخص المحاليل. إذا يجب أن يكون ملاحظة، ملاحظة لازم تكون عندنا الأ والبي والسي وغاما محاليل أكو هكذا،
في حالة ما في حالة صلب سوليد معناها نعوض بواحد صلب أو سائل صلب أو سائل ليكيد نعوض بواحد في حالة غاز خارج البرنامج لأني قلت دوما الغازات في المتفاعلات راهي خارج البرنامج وهنايا في الدرس تاعنا نهتم فقط بالصلب والسائل كي تكون مادة محلول نحطو كلش كي يعود كاين صلب أو سائل نعوضو بواحد فلو ندير مثال لاحظوا معايا مثال واحد عندنا التفاعل هذا Cu solide زائد 2 Ag plus Aq يعطينا Cu2 plus Aq زائد 2 Ag solide لاحظوا للمعادلة فيها الأق فيها السوليد في الحالة هذه الكيوير كيفاه راح تكتب الكيوير نهتم بالأق فالنواتج على المتفاعلات الناتج Cu2 plus الرقم ستوكيومتري تاعو واحد أس واحد ما نكتبوش على الأج بلس الرقم ستوكيومتري تاعو اثنين الأج والسي أو واحد واحد بما أنه واحد والواحد في الضرب هو عنصر حيادي إذا ما نكتبهمش لاحظوا بلي ما تميتش بالصلب والصلب خليت فقط الأك كندير مثال اثنين مثلا عندي H COH Aq زائد H2O ليكيد يعطيني H COO- Aq زائد H3O+ Aq هذا راهو تفاعل انحلال كي ندرسو تفاعلات الانحلال رايحة نتكلم عليه فلو نهزو المعادلة هذه مثلا ويقول لي اكتبي كسر التفاعل كيوير فكسر التفاعل كيوير هو H COO- الرقم ستوكيومتري واحد في H3O+ الرقم ستوكيومتري واحد على HCOH الرقم ستوكيومتري واحد الماء سائل وبالتالي يعوض بواحد فلا نكتب الواحد إطلاقا تفهمنا في العبارة تاعنا إذا ففي حالة محاليل نكتب كسر التفاعل في حالة صلب وسائل يعوض بواحد في حالة غاز فهو خارج البرنامج ما هو الكيوير كسر التفاعل هو مقدار يعبر عن تقدم التفاعل يتعلق بقيمة X كل ما تتغير قيمة X في التفاعل كل ما تتغير قيمة كسر التفاعل QR الآن نكمل مع ثابت آخر وهو ثابت التوازن نكمل مع ثابت التوازن ك ثابت التوازن ك ما هو مقدار ثابت التوازن ك هذا هو كسر التفاعل في الحالة النهائية كسر ثابت التوازن ك ما هو هو كسر التفاعل في الحالة النهائية هو كسر التفاعل في الحالة النهائية معناها مباشرة ك يساوي QRF معناها عندهم نفس العبارة هو كسر التفاعل في الحالة النهائية هذا هو الك هو مقدار ثابت يميز معادلة تفاعل كيميائي لا يتعلق إلا بدرجة الحرارة ولا يتعلق إلا أو نقول بس تكون جملة مفيدة أكثر يتعلق بدرجة الحرارة ولا يتعلق بالتقدم X معناها لما يوصل التفاعل للنهاية تاعه عنده ثابت يسمى ثابت توازن احنا نعرفوا باللي التفاعلات تبدأ في حالة ابتدائية تبدأ تفاعل
تفاعل تتفاعل يزداد كسر التفاعل بازدياد قيمة إكس. هذا يجي لما يوصل هذا إلى حالة نهائية يصبح ثابت ويسمى ثابت التوازن. وأؤكد على أنه يميز معادلة. مادام يميز معادلة معناها هو النواتج على المتفاعلات مرفوعين إلى قوة الرقم الستوكيومتري، فهو كسر التفاعل في الحالة النهائية. كسر التفاعل مقدار يتغير، كلما تتغير قيمة X يتغير قيمة QR. لما يصل إلى قيمة نهائية معناها يتوقف التفاعل يصبح ثابت. فمهما نضيف مهما ننتظر مهما ندير رايح ما يتغيرش، فيسمى ثابت التوازن. وكل معادلة موجودة عندها ثابت التوازن تاعها. وأكد كل معادلة موجودة عندها ثابت التوازن. ثابت التوازن هذا يتعلق فقط بدرجة الحرارة، معناها كل ما نغيروا درجة الحرارة يتغير ك، لكن بتغير إكس لا يتغير. ما معنى ذلك؟ معناها تكون عندي المعادلة هذه زايد H2O HCO- زايد H3O+. المعادلة هذه حسبت لها الكا، حطيت هنا واحد مول، حطيت هنا بوفرة، حسبت الكا لقيت عدد في 25 درجة. من بعد بدلت المعطيات، درت تمديد مثلا، مددتها وعاودت حسبت الكا، رايحة نلقى نفس الكا. كون يتغير الكا راك غلط. فالكا مقدار لا يتغير إلا بتغير درجة الحرارة. لكن لو حطيت هنا واحد مول وحسبت الكا في الحالة النهائية ولقيت عدد في 25 درجة مئوية، ومن بعد عاودت درت 40 درجة مئوية، وعاودت خليت واحد مول وحسبت كا جديد في الحالة هذه، الكا يتغير. الكا يتغير بتغير درجة الحرارة ولا يتغير بماذا؟ بمقدار التقدم إكس. حط واش حبيت، حط واش حبيت. فهو مقدار ثابت يميز معادلة التفاعل الكيميائي عند درجة حرارة، عند درجة حرارة تي. كلما تتغير درجة الحرارة تي كلما يتغير ك. فحين نلاحظوا مثلا عن طريق الك هذا نقدر ندير به زوج حوايج. الفايدة تاع ك هذا واش نقدر ندير به؟ أولا نقدر نعرف به جهة تطور جملة كيميائية، نقدر نعرف به جهة تطور جملة كيميائية. حنا نعرفوا بلي المتفاعلات يتكتبوا هنا والنواتج يتكتبوا هنا. كي نمشيو هكذا بالعادة بالطريقة العادية نقول جهة مباشرة، اتجاه مباشر. كي نمشيو هكذا معناها تتعكس المعادلة، هذا نسميوه اتجاه معاكس أو غير مباشر. فلما نمشيو قد قد نقولوا ليه مباشر، ولما نمشيو في الاتجاه المعاكس نقولوا عليه غير مباشر. فأول حاجة بمعرفة ك نقدروا نعرفوا جهة تطور جملة كيميائية. كيف نعرفوها؟ بالمقارنة بين ك و كيوير. احنا نعرفوا باللي الك هو الكيويرات، معناها رانا في حالة نهائية، بينما الكيوير رانا في حالة انتقالية. هذا هو الفرق. نقارنوا بين الك والكيوير. الكيوير هو الكيوير بين الك والكيوير، الك هو الكيوير فينال. معناها حين نقارنوا بين الحالة النهائية والحالة الانتقالية ونميزوا ثلاثة. إذا كان الكيوير أقل من ك، إذا كان الكيوير يساوي ك، وإذا كان الكيوير أكبر من ك. هذو هما ثلاث حالات اللي كاينين. فأنت في الحساب كي تحسب كيوير ويكون عندك الك أو تحسبهم في زوج، تتم المقارنة بين الكيوير وبين الك. إذا فكيعود الكيوير أقل من الك كما راك تلاحظ دركا هنا، نقولوا تتطور الجملة في الاتجاه المباشر، في الاتجاه المباشر. علاه؟ لأنه الكيوير أقل من ك، حنا نبحثوا عليه يولي الكيوير
يشابك بل كيو ار يشابك لازم هادو يزيدو وهادو ينقصو. اذا اتجاه مباشر معناها نقصان المتفاعلات باه يكبر الكيو ار تاعنا. لما يشابك نقولو الجملة في حالة توازن اي لا تتطور لانها وصلت للتوازن تاعها. ولما الكيو ار اكبر من ك نقولو تتطور الجملة في الاتجاه المعاكس. ما معنى المعاكس؟ معناها الغير المباشر، معناها لازم الكيو ار يصغر، اذا زيادة المتفاعلات. هكذا نقوم بالمقارنة بين الكيو ار والك باه نقدروا نعرفوا جهة تطور جملة كيميائية. ما عليكم فقط الى معرفة هذه باه كيقول لك كيف تتطور الجملة راح تجاوب وحدة من هذو. عندنا متفاعلات نواتج، احنا قلنا الكيو ار هو النواتج على المتفاعلات. المتفاعلات في المقام، كل ما ينقص المقام كل ما يزيد كيو ار، كل ما يقترب منك. لما يكونوا متساويين سي بون خلص التفاعل. لما الكيو ار اكبر منك لازم الكيو ار يصغر، باه يصغر الكيو ار لازم هادو يزيدوا لانهم في المقام. هذه اول حاجه قلت واش نقدروا نديروا بالك، هو جهه تطور جمله كيميائيه عن طريق المقارنه. كذلك واش نقدروا نديروا به؟ نقدروا نعرفوا به نوع التفاعل. كيف ذلك؟ نقدر كذلك نعرف به نوع التفاعل. لما اقول نوع التفاعل ما معنى ذلك؟ معناها تام او غير تام. لما يكون الك اكبر من 10 اس 4 او ك اقل من 10 اس 4، في الحالة هذه التفاعل تام، وفي الحالة هذه التفاعل غير تام. منين جاتنا القيمة هذه 10 اس 4؟ هي قيمة تجريبية خارج برنامج السنة النهائية، إذا ما تمرضش راسك بها. أنت ما عليك فقط إلا حفظ القاعدة، ك أكبر من 10 أس 4 تفاعل تام، ك أقل من 10 أس 4 تفاعل غير تام. وما تهمكش منين جات القيمة، وإنما يهمك كيفية توظيفها. لما تحسب ك ويقول لك ماذا تستنتج؟ إذا لقيته هكذا تستنتج بلي التفاعل تام، إذا لقيته هكذا تستنتج بلي التفاعل هو تفاعل غير تام. وهكذا قمنا بتحديد نسبة التقدم، قمنا بتحديد كسر التفاعل، قمنا بتحديد ثابت التوازن. اذا واش بقى لنا؟ بقى لنا ثابت الحموضه ك. اذا بقى لنا ثابت الحموضه ك، ثابت الحموضه ك. اذا يعبر عن درجه الحموضه، يعبر عن درجة حموضة الوسط، وهو مقدار يميز ثنائية حمض أساس، وهو كذلك مقدار ثابت، وهو مقدار يميز ثنائية، وهو مقدار ثابت يتعلق بدرجة الحرارة فقط. إذا فهذه المقادير كلها تتعلق بدرجة الحرارة فقط. الشيء اللي لازم تنتبه ليه يا بني، عندنا قبل ما نكمل نحكي على الكا، عندنا الكا والكا ا، لازمك تميز بيناتهم. هذا ثابت توازن، وهذا ثابت حموضة. حرف الام نحكي من اسيد، اسيديتي. ثابت توازن يميز معادله، معناها هو نواتج على متفاعلات بيان سور الرقم ستوكيومتري، وهو كيو ار اف. بينما ثابت الحموضه يميز ثنائيه حمض اساس، يميز ثنائية حمض أساس. فهذه لازم تنتبه لها جيدا باش يعطيوك تحل التمرين تفرق بيناتهم. ثابت توازن يميز معادلة،
معناها ما عندكش معادله ما عندكش ثابت توازن. كاينه معادله كاين ثابت توازن، ما كانش معادله ما كانش ثابت توازن. نواتج على متفاعلات مرفوعين لقوه الرقم ستوكيومتري. بينما الكا ليش ما عندكش معادله يقدر يطلب منك ثابت الحموضه. لماذا؟ لانه مقدار ما يتعلقش بالمعادله، يتعلق بثنائيه حمض اساس. عندنا قيمه الكا او القانون تاعو هو الاشطر و بلس فينال في حاله نهائيه في الاساس فينال على الحمض فينال. لاحظوا القانون، هو قانون ثابت، اشطر و بلس ثابته، كاينه في المعادله ما كانش في المعادله كاينه في القانون، لانني قلت يميز ثنائيه حمض اساس. تهز الثنائيه تاعك، الاساس في البسط، الحمض في المقام، التركيزين في الحالة النهائية مضروبين في الاش 3 او بلس. اذا الفرق بين ك وكا، ك يميز معادلة، كا يميز ثنائية. نواتج على متفاعلات ما عندوش علاقة بالمعادلة، عنده علاقة بالثنائية حمض اساس. تحط الاساس في البسط، الحمض في المقام، مضروبين في الاش 3 او بلس، كل التراكيز في الحالة النهائية. كاين لاش 3 او بلس في المعادله اللهم بارك، ما كاش لاش 3 او بلس في المعادله ما يهمكش، لانه قانون ما عندكش الحق تبدلو تربطو بمعادله، راهو مقدار يميز ثنائيه. فبما ان الكا هو مقدار كي نحسبوه نلقاوه صغير بزاف، لانه يميز ثنائيه حمض اساس للضعيف، الحمض الضعيف او الاساس الضعيف. دونك واش داروا؟ داروا ثابت حموضة بيكا. ما هو هذا البيكا؟ عندنا البيكا راهو فقط رياضي، لو بي هو ناقص لوغ، هو 10 عفوا. عندنا الكا هي 10 اس ناقص بيكا، معناها لو بيكا هو ناقص لوغ الكا بالشكل هذا، فهو مقدار رياضي فقط. فعلاه نستعملوه؟ لانه يخرج لنا اعداد مضبوطه، كل ثنائيه عندها البيكا تاعها، نقدروا نقارنوا بيناتهم من حيث الضعيف والقوي. فهذا مقدار ثابت يستعمل للمقارنه بين الاحماض القويه والضعيفه، وبين من حيث القوة هي بكل تاع الضعيف، لكن شكون الأضعف من الآخر؟ وكذلك بين بالنسبة للأسس، هذا هو البيكا، فهو ناقص لوغ الكا. لما نحبوا نديروا العلاقة بين البيكا والبي اش، عندنا العلاقة بين البيكا والبي اش. حنا نعرفوا باللي الكا قلنا مقدار يميز ثنائيه اشطر و بلس فينال في الاساس فينال على الحمض فينال، فهذا مقدار ثابت يميز لنا ثنائيه حمض اساس. حابين نديروا العلاقه مع البيكا، ندخلوا ناقص لوغ من الطرفين. دونك ناقص لوغ الكا تساوي ناقص لوغ اشطر و بلس فينال في الاساس فينال على الحمض فينال بالشكل هذا. عندنا اللوغ خواص اللوغ كما خواص الالام، نقدر نكتبها ناقص لوغ اشطر و بلس، ناقص يتنشر يمد لي ناقص لوغ الاساس على الحمض في الحالة النهائية كل التراكيز. رايحين نوجدو ناقص لوغ كا، عندنا هذا يسمى بي كا وهذا يسمى بي اش. هذا اذا بي كا يساوي بي اش ناقص لوغ اساس على حمض كلها في حالة نهائية.
البي كا ا مقدار ثابت بينما البي اش مقدار متغير. البي كا ا يميز ثنائية، البي اش يميز الوسط. اذا هذه امور دقيقة بس فهموش الفرق بيناتهم. فلما ننقل رايحين نوجدو البي اش يساوي البي كا ا زائد لوغاريتم، قلت فقط اساس على حمض فينال فينال. هذه هي العلاقة. إذا طلبت لي البرهان تعاود تبرهنها كما درت لك هكذا بعد. إذا لم تطلب تقدر توظفها مباشرة، ثم صادف تقدر توظفها كما تقدر تبرهنها. الشيء اللي لازم تتوله ليه، الشيء اللي لازمك تنتبه ليه. إذا قلت انتبه جيدا، بي اش مقدار متغير يميز درجة حموضة الوسط التفاعلي، وكرر الوسط التفاعلي. هذا مقدار ثابت يميز ثنائية حمض أساس. إذا يميز ثنائية حمض أساس ويستعمل للمقارنة بين الحمض والأساس في الثنائية. هنا يستعمل للمقارنة بين تركيز الأساس والحمض في الثنائية، في الثنائية. بينما هذا في الوسط التفاعلي معناها بين الاش 3 بلس والاش او موان. هاو بزاف الولاد اللي ما يميزوهاش. وكرر البي اش مقدار متغير يميز درجة حموضة الوسط التفاعلي، يقارن لنا بين لاش 3 بلس والاش او موان. بينما البي كا هو مقدار ثابت يميز ثنائية حمض أساس، نستعملوه في المقارنة بين الأساس والحمض، فمن في الثنائية ما عندوش علاقة بالمعادلة. هذا كما درتو من قبل، عندنا سلم البي اش عنده علاقة بالسبعة، من هنا نقولوا وسط حمضي، ومن هنا نقولوا وسط قاعدي. عندنا البي اش أقل من سبعة حمضي، بي اش أكبر من سبعة قاعدي، بي اش يساوي سبعة وش نقولوا معتدل. إذا وش درنا؟ الحمضي معناها لاش 3 بلس اكبر من الاش او موان. القاعدي واش معناها؟ الاش او موان اكبر من لاش 3 بلس. والمعتدل واش معناها؟ اش او موان يساوي اش 3 بلس. ركزوا معايا، هذا هو واش معناها البي اش كيفاه نستعملوه. سلم البي اش يستعمل للمقارنه بين تركيز الاش 3 بلس والاش او موان باه نعرفوا درجه حموضه الوسط التفاعلي. بينما البي كا ا يستعمل للمقارنه بين في الثنائيه حمض اساس بين الحمض والاساس. ويكون عندك هنا راني حنرسمو قدامه سلم البي كا ا لكن نكتب بي اش. لماذا؟ لان البي كا ا مقدار ثابت. هذا سلم بي اش وهذا سلم بي كا ا. هذا سلم بي اش وهذا سلم بي كا ا. دونك تلاحظوا سلم البي اش نستعملو سبعة كدليل، وسلم البي كا ا نستعملو قيمة البي كا ا كدليل. كي يعود عندي البي اش اقل من البي كا ا، ولا البي اش اكبر من البي كا ا، ولا البي اش يساوي البي كا ا، معناها عندي ثلاث مراحل كذلك.
هنا البي كا ا راه يتميز ثنائيه حمض اساس، عندك البي كا ا تاعها، والبي اش هو تاع التفاعل، وعندك والبي اش راهو تاع التفاعل، البي اش للتفاعل هكذا. كيوت بي اش قل من البي كا ا، هنا تستنتج بلي في الثنائيه تاعك عندك الحمض اكبر من الاساس، وكيعود البي اش اكبر من البي كا ا تستنتج بلي الاساس اكبر من الحمض، وكيعودو متساويين تستنتج بلي الاساس يساوي الحمض. ما معنى ذلك؟ معناها هنا تقولو صفة الحمض غالبة، وهنا تقولو صفة الاساس غالبة، وهنا تقول له لا توجد صفة غالبة. هنا الصفة الغالبة وين؟ أي في الثنائية يا بني، في الثنائية، في الثنائية، في الثنائية، معناها الصفات الغالبة كلها في الثنائية. فهذا يستعمل في البياش في الوسط التفاعلي، بينما هذا يستعمل في الثنائية. فهمت لي منيح الفكرة؟ كاينين بزاف، هذا خطأ شائع، الأولاد ما يفرقوش وين يستعملوا البياش وين يستعملوا البي كا ا. إذا رايحة نعطيك مثال بسيط جدا، نعطيك مثال وندخلوا إلى درس الثاني، لانه هذا الدرس الاول في الاحمر. فلو نديرو مثال، لاحظ معايا مليح، مثال عندنا الثنائيه اش سي او اش اش سي او او موان لها بي كا ا يساوي 3.8، لها بي كا ا يساوي 3.8. درنا تفاعل، كان بي اش يساوي مثلا 6 للوسط التفاعلي، كان البي اش يساوي 6 للوسط التفاعلي. واش راح يقول لك؟ يقول لك ما، يقول لك ما طبيعة الوسط التفاعلي، ومن بعد يقول لك ما هي الصفة الغالبة في الثنائية. دونك لاحظ الأسئلة ماهيش كيف كيف. فباه نعرفو طبيعة الوسط نقارن بي اش مع 7، وباه نعرفو الصفة الغالبة نقارن البي اش مع البي كا ا. فهمتني دوك واش رايحه ندير؟ طبيعة الوسط البي اش مع 7، وطبيعة الصفة الغالبة اش مع البي كا ا. من المفروض راك فهمت لي الفكرة. في الحالة هذه رايحين نجاوبوا بالشكل هذا، عندنا بي اش الوسط يساوي 6 أقل من 7، فنقول الوسط التفاعلي حمضي، الوسط التفاعلي حمضي لأن البي اش قل من 7، لكن البي اش أكبر من البي كا ا لأن البي اش 6 والبي كا ا 3.8، أكبر من البي كا ا اللي هي 3.8. فإذا كان البي اش أكبر من البي كا ا نقول الصفة الغالبة هي الأساس، معناها اش سي او او موان أكبر من اش سي او اش، الوسط التفاعلي معناها اش 3 بلس أكبر من اش او موان. شوفوا الإجابة تاعي يا بني، معناها
ماشي شرط الوسط التفاعلي يوافق الصفة الغالبة في الثنائية. ركز لي، ماشي شرط الوسط التفاعلي يوافق الصفة الغالبة في الثنائية. فالمقارنة الوسط التفاعلي مع 7 والصفة الغالبة مع البكعة. أتمنى أنك قد فهمت هذه الفكرة جيدا، لأن الأولاد يخلطوا هنا دوما. pH يميز وسط نقارنه مع 7 لمعرفة طبيعة الوسط. pKa تميز ثنائية نقارن بين pH والpKa لمعرفة النوع الغالب في الثنائية. تفهمنا في الفكرة؟ تفهمنا. إذا بهذا الشكل نكون بقالي فقط مخطط توزيع الصفة. مخطط توزيع الصفة. قبل ذلك عندي يعطيكم المنحنى هذا لوج الأساس على الحمض، وهنايا بي اش. تلاحظ باللي العبارة تاع بي اش يساوي لوج أساس على حمض هي زائد بي كا ا، هي من شكل دالة تآلفية. ا لوج أساس على حمض زائد بي، فهي من شكل دالة تآلفية. هنا وكأنه عندي 1، فهي دالة تآلفية الميل 1. دالة تآلفية ميلها أ يساوي 1 وب هي البي كا أ، والمنحنى يجينا هك. وهذه هي قيمة البي كا أ اللي تميز الثنائية حمض أساس هذه. فهمنا فيها؟ فهي دالة تآلفية تميز هذه الثنائية أساس حمض أساس، وكأنه هنا عندك 1. مفهوم الفكرة؟ إذا مخطط توزيع الصفة، مخطط توزيع الصفة مخطط توزيع الصفة يعطينا النسب المئوية، النسب المئوية بدلالة البيش. عندنا النسبة المئوية للأساس بالمئة، احنا نعرفوا باللي البيش تاع الأساس يتزايد، رايحة تكون هكذا. هذا هو البيان تاع الأساس بالمئة، بينما الحمض بالمئة عندنا 100%، الحمض يتناقص، علما أن ما كانش انعدام 100% أو قيم عظمى. هذه نقطة التقاطع 50%. على ماذا تدل هذه النقطة؟ احنا نعرفوا باللي التقاطع في الرياضيات معناها تساوي الدالتين، دالة الحمض دالة الأساس. معناها عند التقاطع راح يكون عندك الأساس بالمئة يساوي الحمض بالمئة ويساوي 50%. وحنا لدينا البي اش يساوي البي كا ا زائد لوغاريتم الأساس على الحمض. في التقاطع هادو متساويين، عند التقاطع إذا لوغ الواحد يروح بالصفر. واش تلقى؟ بي اش يساوي البي كا ا تاع الثنائية حمض أساس. معناها نقطة التقاطع هذه يا بني هي البي كا ا مباشرة. كي يقول لك اثبتها، هذا هو الإثبات تاعها. كي يطلب منك تحديد البي كا ا للثنائية من هذا البيان، تروح مباشرة إلى كتابة العلاقة بين البي اش والبي كا ا، تقول له عند التقاطع يتساواو، النسبة بيناتهم 1، لوغ الواحد 0، تولي لك البي اش تساوي البي كا ا. شوف معايا مليح، عندنا في الجهة هذه البي اش راهو قل من البي كا ا رياضيا، هاو البي اش قل من البي كا ا، وفي الجهة هذه البي اش أكبر من البي كا ا. دونك شوف هنا، هاو الحمض قاعد ينقص والأساس قاعد يزيد، معناها صفة الحمض في الثنائية ماشي الوسط حمضي، صفة الحمض في الثنائية تاعنا.
وهنا صفه الاساس هي الغالبه، وهنا لا توجد صفه غالبه لانهم متساويان. تجي تقول لي كيفاه نحسب التراكيز النسب المئويه؟ عندنا القانون يقول مباشره الاساس بالمئه يساوي التركيز النهائي على التركيز الابتدائي في 100، والحمض بالمئه يساوي التركيز النهائي للحمض على التركيز الكلي في 100، علما ان التركيز سي هو الاساس فينال زائد الحمض فينال لان الماده لا تنعدم. فهكذا نكون قد انتهينا من الدرس الاول في درس الاحماض والاسس، تعرفنا فيه على التعاريف وعلى القوانين الاساسيه اللي راح نطبقوها في بقيه الدروس، نسبه التقدم، ثابت التوازن، ثابت الحموضه، بي كا ا والبي كا ا، مخطط توزيع الصفه. وعفوا قبل ان انتهي عندي ملاحظتين، يوجد تناسب طردي بين الكا ا وقوه الحمض، اذا نكتبهم خير. عندنا يوجد تناسب طردي بين الكاء وقوة الحمض وهو عكسي مع البكاء، معناها كلما كان كاء كبير كان البكاء صغير والحمض أقوى، معناها الحمض يكون قوي كيعود الكاء كبير والبكاء صغير. والعكس، يوجد تناسب عكسي بين الكاء وقوة الأساس وهو عكسي، عفوا، وهو طردي مع البكاء، وهو طردي مع البكاء، معناها كلما كان الكاء صغير كان البكاء كبير والأساس أقوى. فهمتوا لي الجملة؟ مثال نعطيك أنا، بكاء 3.2، الكاء هي 10 ناقص 3.2، البكاء هذه للثنائية أو 3.8، للثنائية أش سيو واش أش سيو موا، البكاء 4.8، الكاء 10 ناقص 4.8، هذا للثنائية سي أش تروا سيو واش سي أش تروا سيو موا. يقول لك شكون الحمض الأقوى؟ إذا الحمض الأقوى هو اللي عنده كاء كبير بكاء صغير، الحمض الأقوى اللي عنده كاء كبير بكاء صغير. إذا كي نحط أنا هنا بكاء واحد كاء واحد بكاء اثنين كاء اثنين، رايحين نلاحظوا كاء واحد راهي أكبر من كاء اثنين، والبكاء واحد أصغر من بكاء اثنين، لأن الأسوء بالسالب. فهنا واش معناه؟ معناه الاش سي او اش هو الاقوى من سي اش 3 سي او اش، هما في زوج ضعاف بعد فهموا، لكن شكون الاقوى من الاخر؟ فهذا اقوى من هذا. كلما كان الكاء كبير يكون البكاء صغير والحمض اقوى، والعكس بالنسبه للاسس. وهكذا قد تم والحمد لله. توقف في الدرس الاول، يبقى لنا الدرس التفاعلات الانحلال والحمض اساس والمعايره، ننتظرهم في الحصص المقبله باذن الله سبحانه وتعالى. وراجعوا جيدا هذا الجزء لانه به تبقوا بقيه الدروس، ففيه الملاحظات جيده، ميز لي بين الكا والكا، ميز لي بين البي اش والبي كا، وكيفاش نستعمل كل واحد منهما. في انتظار ذلك تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، لا تنسوا المشاركة في القناة، الضغط على زر الجرس والضغط على لايك حتى يصلك كل جديد وتعم الفائدة
بإذن الله سبحانه وتعالى.